فخور جدا لأنه هذه أول مرة اللي كان اعتبروا رأسنا عندنا حزب وعندنا حزب قوي. وبغيت نقول للناس ونوصل لهذوك اللي تيقولوا لنا بأنه حزب الأصالة والمعاصرة مريض، حزب الأصالة والمعاصرة في جهة مراكش أسفي بصحة جيدة الحمد لله، والفضل يرجع للقياديين ديالنا الحزب اللي هما الأستاذة فاطمة الزهراء النصوري والأستاذ سمير قودار وجميع القياديين ديال حزب الأصالة والمعاصرة. لازم نكونوا فخورين بالانتماء ديالنا لهذا الحزب، وهذا الحزب كما قلنا في الشعارات ديالنا في الانتخابات غادي نزيدوا به القدام، وفعلا زدنا القدام. وإلا لاحظتوا أول مرة كننظموا الحزب كيكون عندنا تنحسوا بأنه عندنا حزب وعندنا تنظيمات، بأنه عندنا حزب منظم. وإن شاء الله الرحمن الرحيم من هنا القدام ما يكون غير الخير علينا كاملين. وتنهني بهذه المناسبة السيد المنسق المحلي لجماعة سعادة، وكنقولوا له بأنه القوة ديالنا في التضامن وحنا معاك، وإن شاء الله الرحمن الرحيم هذه الجماعة غادي نعاودوا نسترجعوها بإذن الله السميع العليم. وشكرا للجميع وشكرا على الترحاب ديالكم وفحاوة الاستقبال، والبام ديما القدام. وشكرا.